واهم شيء شنو؟ اهم شيء تحب عملك. اذا حبيت شغلك حتى لو متضايق بس اهم شيء انه شنو؟ ترى انت تمشي على حشوة عبد الرضا قبل خمس دقائق احتمال تمشي انت طالع من المسرحيه. لا هو شوف العمل اذا حبيته هذا والفن ترى يعني شيء خطير. اذا حبيت المجموعه تعطي، واذا حبيت المسرحيه، واذا حبيت او المسلسل انت قاعد تشتغل فيه انت من نفسك تعطي. بس اذا كنت انت جاي مجبر، مش مجبر، انت تب الفورمه او تب تمشي بس بتخلص عمرك ما تعطي. صحيح. والفن ترى وخاصة الخشب المسرح خطيرة. نعم. لازم تصير مثل الأسد اللي يأكل الفريسة. يلا ليك. إذا حمنوا الأسد أنت ولا أبو خالد؟ لا هو الأسد الكبير. زين. أقول بعد عشان. لا أنا أقول لك فهم معك. لا لا هني الأسماك الغابة ولا الأسد الأسمر؟ لا إذا هو غاب إن شاء الله ما يغيب دائما حاضر يا رب. إن شاء الله. والله أنا سعيد أحمد كلام في طعب الخير يعني أنا أتمنى يعني إن كل مسارح الكبار الكويت عندنا شباب أمثال مبارك. أمثال ناصر، أمثال مجيبل، أمثال شباب حلوين، بقى كلهم طاقات جميلة حسسونا فينا إحنا في بداياتنا. بس يبي من شنو؟ يلم يرعى يحفظ. إيه والله يرعى ويعدل مسارحنا بشكل واضح. بعدين الحلو فيهم إنهم يسمعون الملاحظة بحب وبرحابة صدر. ما أحس بالتعب. أنا أحس لما نقول حق ناصر ولا حق مبارك ولا حق الأمورة النتفة هذه اللي نورة هذه تنخش بالمخبة تيفة. فأقول لها يا باب يعني يا ريت تسوين هالشكل. إحنا صحيح أن نعين ونعاون معاهم ونوقف معاهم ونعونكم. بس الحلو فيهم أنه فعلا بقناعة. يعني أقول إذا أنت مرتاح قول لي تقوله. بس أنا أقول لك لو عملت هذا أنا أحس أن هذا أفضل لك. لأن أبو خالد هذه فرصة قد تكون لا تتاح للآخرين أن يشارك نجم كان هو في الصغر قد يكون قاعد يشوفه على المسرح. الآن أتيحت الفرصة يكون وياه على خشبة المسرح. يعني إحنا كإعلاميين من أنا نفسي ما بتكلم عن غيري من الروائع اللي حظيت فيها أني عشت وتدربت على أساتذة في الزمن الذهبي اللي كانوا موجودين في الإذاعة والتلفزيون. فشي يكون المخرجات تكون المخرجات صح. فبما أن في الظروف الحالية لهم ذوات قيمة لأن يكونوا في الوسط الفني لمجرد أذونك خشمك ويهك ويضحك الناس يعني مهرج على المسرح. ما نبي هذه الأمور بالزبط. نبي الأمور تكون باحترافية وكسبة من أهل الاحتراف. فهذا اللي قاعد تسوونه إن شاء الله. يا رب الله يوفقنا إن شاء الله ونقدم للناس شيء الجميل. متأكدين إن شاء الله بإذن الله. طبعا بس بالتام العرض المسرحي راح يكون 1/7 أول عرض إن شاء الله مركز تنمية المجتمع والطاقم اللي هو أستاذ عبد الرحمن العقل وأستاذ أحمد الفري بالدري ومشاري مجيبل وبدر ناصر الدوب فهد البناي نور الأميري ومبارك المانع ستاهل. وأنت وياهم تمثل معهم إن شاء الله في استعراض في باك ستيج كلهم لازم باك ستيج جروب كلهم. طبعا في كلمه بس حاب اقولها انا وايد بهالعمل فخور وصلت لنقطه مهمه في حياتي انما مثلا لما خرجت حق الاستاذ طارق العلي في فتره، الاستاذ داود حسين في فتره، الاستاذ عزيز مسلم في فتره، الاستاذ احلام حسن في فتره، الحين الاستاذ عبد الرحمن العقل والاستاذ احمد الفري في سي في كمخرج مسرح. هذا شيء وايد ثقيل بالنسبه لي. شوفك مع ابو عدنان ان شاء الله ان شاء الله. وايد مشكور يا مخالد وايد مشكور على هذه العطاءات اللي قاعد نفخر فيها صراحه. يعطيك الف عافيه. اذا لا زال فن بخير لان الدواعم الاساسيه موجوده ولا زال يمكن الكثير يقولون من فات اديم وتاه. احنا ما يفوت اكيد ما دام عندنا امثال ابو خالد، ما دام عندنا امثال حسين عبد الرضا، ما دام عندنا امثال سعد الفري، ما دام عندنا امثال سعاد عبد الله، حياه الفهد، الكثير من الاسماء اللي الله يحرمنا من وجودهم على هذه الارض ويمتعونا ويعطونا ويمد بعمره ويسامحوني الكثيرين لو ما ذكرت اسمائهم لانهم موجودين في القلب وراح نتعب لو نذكر الافاق الكويتيه الرائعه اللي امتدت جذورها في الوطن العربي والعالم كافه. يعطيكم الف عافيه ويطول بعمركم ولولاكم انتم ما كان الفن الكويتي موجود.